أهلا بكم. على نار الأمن والتحقيقات يتقلب لبنان كما فرنسا، وعلى تبعات العمليات الإرهابية التي ضربتهما أخيرا تتسارع المعلومات، وجديدها في لبنان الكشف عن شقق سكنية استخدمها انتحاريو برج البراجنة في الأشرفية ومخيم برج البراجنة الذي دخلته كاميرا الجديد منذ بعض الوقت، إضافة إلى الكشف عن مشتبه فيه بتهريب أحد الانتحاريين في منطقة اللبوة ويدعى عدنان سرور الموقوف لدى فرع المعلومات بعد اعترافات انتحاري طرابلس. وفي الأمن أيضا، عملية دهم نفذها الجيش في محلة وطن مصيد بليلة أمس أسفرت عن توقيف 4 سوريين وضبط أعتداء عسكرية من أحد المباني السكنية. أما فرنسا الغارقة في الملاحقات والتوقيفات بحثا عن متورطين في اعتداءات باريس، فأعلن رئيس وزرائها أن بلاده ستضرب الإرهاب في كل مكان، وأول الغيث غارات فرنسية كثيفة استهدفت مواقع لتنظيم داعش في معقله في الرقة السورية. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى حادث إنساني تمثل بإقدام سائق تاكسي فلسطيني على إحراق نفسه وسيارته بمادة البنزين احتجاجا على توقيفه على حاجز لقوى الأمن في منطقة سليم إسلام في بيروت. الزميلة نانسي السبع تعاين الشقة التي استخدمها انتحاريو برج البراجنة في مخيم البرج وتوافينا بالتفاصيل من محيط المخيم. نانسي، ما هي المعلومات التي توفرت لديك عن هذه الشقة، عن تاريخ سكن الانتحاريين فيها وكيف خرجوا منها باتجاه موقع التفجير؟ نعم كاترين، بداية وتصويبا، الشقة تقع عند أطراف مخيم برج البراجنة وليست داخل المخيم، وتحديدا يعني جغرافيا تقع في نقطة تعتبر بأنها أراضي يعني أرض لبنانية، شقة تابعة للرجل اللبناني تم التحقيق معه واستجوابه من قبل القوى الأمنية اللبنانية كونه هو الذي قام بتأجير هذه الشقة لأكثر من شخص، وهو ما وصفت هذه الشقة بأنها شقة المراقبة والانطلاق للشبكة الإرهابية. نحن نتحدث عن أن هذه الشقة تمت مداهمتها من قبل القوى الأمنية، سواء القوى الأمنية اللبنانية أو من قبل اللجنة الأمنية المشتركة، أتحدث عن حزب الله وحركة أمل، وأيضا بالتعاون وبالتنسيق أيضا مع قوى أمنية فلسطينية، كون هذه الشقة يعني يعتبرها أو تعتبرها الجهات الأمنية بأنها كانت الشقة الأساسية لارتكاب المجزرة في برج البراجنة. الشقة كما ذكرت تقع عند أطراف مخيم برج البراجنة في الطبقة الأولى، تم إقفالها بقرار وبأمر قضائي، تم أقفلت هذه الشقة نتيجة أنها تحولت إلى مستند وإلى دليل للتحقيقات التي أجريت وستجرى. ألقي القبض بداخلها على 3 سوريين في داخل هذا الشقة، الذين كانوا بحسب ما توفر لنا من معلومات قد اعترفوا بأنهم قاموا باستئجار هذه الشقة منذ أو قبل أسبوع على وقوع الجريمة في برج البراجنة والتفجيرين الإرهابيين في منطقة عين السكة في برج البراجنة. بحسب ما رصدت قناة الجديد، يمكن اعتبار هذه الشقة بأنها فعلا شقة استراتيجية ومركزية، كون هنالك أكثر من طريق ممكن أن تؤدي إليها هذه الشقة. قمنا بالعبور عبر هذه الطرقات لنعرف كيفية الدخول والخروج منها. هذه الشقة بحسب الشبكة الإرهابية التي كانت موجودة فيها، انطلق منها انتحارية برج البراجنة، انطلقوا من طريق فرعي. أيضا قامت كاميرا الجديد بعدسة الزميل هادي قيس بتصوير هذا الطريق الفرعي. إذن نحن نتحدث ليس عن طريق إنما عن أحد الدهاليز يمكن القول، التي يمكن العبور عبرها مباشرة من الشقة باتجاه مستشفى الرسول الأعظم، وهو كان الهدف الأساسي الذي كانت تنوي المجموعة الإرهابية أو الشبكة الإرهابية أن تنفذ العملية عليها. أيضا هنالك طريق فرعي آخر أو أحد الطرقات، أحد الدهاليز أيضا يمكن تسميتها أو الزواريب، التي تؤدي من هذا الشقة باتجاه مباشرة طريق المطار. يخرج الأشخاص من هذه الشقة عبر طريق المطار، لا يعبروا لا من داخل المخيم ولا حتى من الطريق الرئيسية التي تؤدي إلى الضاحية الجنوبية، سواء عبر مدخل طريق المطار أو عبر مدخل برج البراجنة. إذن هذا الشقة بحسب المعلومات المتوافرة، من قام
برصد هذا الشقة واستئجارها. هو الشبكة فعلا تعلم يعني جغرافية هذا المكان، واللافت بأنه بعد إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة الذين تم يعني مداهمتهم في الشقة، هنالك معلومات تتحدث أنه كان هنالك بعض يعني العتاد العسكري، إلا أن هذا الشقة لم تستخدم للإعداد للتفجيرات، لكنها استخدمت كنقطة انطلاق ومراقبة أساسية لتفجير برج البراجنة. أيضا لابد من الإشارة إلى أنه هنا في مخيم برج البراجنة هنالك حالة تأهب قصوى من قبل القوى الأمنية أو اللجنة الأمنية المولجة حماية هذا المخيم، لكل يعني يمكن القول لكل الأشخاص الذين استأجروا مؤخرا في هذا المخيم لمعرفة ما إذا كان هنالك أي هدف إرهابي من وراء هذه العمليات. هناك تأكيد من اللجنة الأمنية ومن كل الأشخاص والفصائل الموجودة في المخيم بأن مخيم برج البراجنة كما غيره من المخيمات لن يكون لا مقرا ولا مستقرا ولا حتى ممرا للإرهابيين. ولابد أن أشير كما ذكرت سابقا بأن النقطة الجغرافية التي تقع فيها الشقة التي عرفت بأنها على أطراف المخيم هي تدعى هذه النقطة معروفة بأنه حي البعلبكية، وفي هذا الإشارة أيضا إشارة إلى أن النقطة هي تعتبر نقطة لبنانية بامتياز. نعم. وخارج نطاق المسؤولة عنه اللجنة الأمنية الفلسطينية. سوف نستمع إلى السياق يعني بعض الأشخاص الذين ساعدونا في تفاصيل هذه الشقة وفي موقعها ومن كان بداخلها، سوف نستمع إلى هذا الأمر بالإضافة إلى مقابلة مع أبو راتب باتر عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لقيادة لتحرير فلسطين القيادة العامة، الذي أكد بأنه هذا المخيم كما غيره من المخيمات لن يكون مقرا ولا مستقرا للإرهاب، وبأن الإرهاب لا هوية له ولا جنسية غير أنه إرهاب فقط. كاترين، المبنى هذا الطابق الأول ما كانوا الشباب اللي مستأجرين فيه جوا وتمت مداهمته، وهو هذا هاي المنطقة البناية خارج نطاق المخيم، يعني هون هاي المنطقة يعني خارج نطاق المخيم تعتبر ببرج البراجنة، يعني برج البراجنة بس على طرف المخيم صايرة. شو اسمه هذا الحي؟ حي البعلبكية بيقولوا. كم شخص تم إلقاء القبض عليهم داخله؟ ثلاث أشخاص فلسطينية الجنسية؟ سوريين. مش من لا مش فلسطيني ابدا، ما لهم علاقه بالله، والمستاجرين عنده يعني شخص لبناني، مو هن شباب سوريين. بس هيدي الشقه يعني ما كانوا الجيران حاسين انه في شيء غريب حواليهم عم بتم التغطيه؟ لا يعني عمال بيطلعوا شغلهن وبيجوا، هون ما في احتكاك يعني زياده معان، لانه ما صار لهم زمان يعني فتره اسبوع يعني خمسة ايام ست ايام اللي هن كانوا فيها، ما في احتكاك يعني بين المجموعة اللي انكمشت وبين الأهالي الموجودين بمحيط اللبناني. هو التخطيط كان خارجي، هو صرح الأمن أنه التخطيط كان خارجي والعبوات كانت تتجهز بمنطقة لبنانية، عرفت عليه شلون، وتم هدول يعني مرحلة 4-5 أيام للتنفيذ. كان هلأ بطلعك حتى بفرجيك من منطقة هون قريبة، حتى بطلع على يعني هذا البناء أفاشو مشفى الرسول الأعظم، وما أنا بعيدة عن محل التفجير يعني عرفتي علي شلون. تطلعي من هون في طريق حتى من هون من عند المبنى هذا بطلعك لبره، عرفتي وصلك على الرسول الأعظم ووصلك. دهمت قوة من الجيش ليلة أمس عددا من الأشخاص المشبوهين داخل أحد المباني في وطن المصيدبي في بيروت، حيث أوقفت 4 سوريين، كما ضبطت كمية من الأسلحة والقذائف الصاروخية. التفاصيل مباشرة مع زميل باسل العريضي. باسل، هل تبين أن لهؤلاء الأشخاص الموقوفين علاقة بتفجيري برج البراجنة؟ يعني بالواقع كاترين على ما يبدو يعني هناك مجموعة كبيرة من، وكما تحدث بالأمس ربما وزير الداخلية تحدث عن مجموعات ربما، وعلى أن استهداف برج البراجنة لن يكون الأخير وليس الأول بطبيعة الحال. على ما يبدو أن هذه المجموعة قد تكون منفصلة عن مجموعة برج البراجنة، خصوصا يعني مضى على وجودهم هنا في منطقة المصيط بحوالي الشهر ونصف، استأجروا هذه الشقة شقتين حقيقة، هم على ما يبدو أنهم عائلة أو ذات صلة مع بعضهم البعض، استأجروا شقتين في هذا المبنى، وبالتالي مضى على وجودهم هنا في هذه المنطقة حوالي شهر ونصف. بالأمس عند حوالي الساعة 7 مساء قامت قوى من الجيش بمداهمة المبنى، واستمرت عملية الدهم حوالي ساعتين، على أثرها أوقفت 4 سوريين، هم عمر حمد الحسين، حسين سراي الحسين، عبود حمد المحمد،
العبد وحمود حمد المحمد العبد، يعني هم اولاد عم وشقيقين، يعني كل اثنين هن اشقاء. وتمت مصادره عدد من الاسلحه والذخائر والعتاد والمناظير. هذا بحسب ما صدر ببيان قياده الجيش. طبعا لم تشأ جميع المصادر لم تشأ افصاح المزيد من التفاصيل حول الاستهداف الذي كان او تهدف اليه هذه المجموعه او خلفيه تواجدها في هذه النقطه تحديدا، خصوصا انه هي يعني على مقربه من بعض المناطق الحساسه نسبيا، وتحديدا ربما السفارة الروسية التي تبعد بمسافة قريبة عن مكان التوقيف هذه المجموعة. حاولنا الدخول إلى المنزل والحديث إلى عائلة الموقوفين الذين رفضوا الحديث بشكل مباشر إلى الكاميرا كاترين، لكنهم ألقوا بالتهمة على صاحب المنزل أو مالك المبنيين أو الشقتين، وهو يدعى صاد قاف. طبعا سنتحفظ على ذكر الاسم الكامل كون أن الاتهام صدر فقط عن عائلة الموقوفين، وقالوا أن الأسلحة التي وجدت في هذا المنزل هي تخص هذا الرجل وهو لبناني بطبيعة الحال، وهو صاحب هاتين الشقتين. وأكدت يعني العائلة أو المتواجدات في المنزل أو إحدى الشقق، لا زالوا متواجدين في إحدى الشقق، أكدت على أن جميع الموقوفين هم دخلوا لبنان بطريقة قانونية ولديهم كفيل، وأن فقط المدعو حسين السراي هو كان قد انتهى جواز سفره وكان بصدد تجديده. إذن يا كاترين، هذه بشكل عام الأجواء. بعض الشهود العيان أكدوا لنا وهم قلائل جدا، البعض في المنطقة رفضوا الإدلاء بأي تصريح إلى الكاميرا، لكن معظم الشهود الذين التقيناهم أكدوا على أنهم لم يلحظوا أي شيء استثنائي خلال الشهر الذي مضى، وأن حركة هؤلاء هاتين العائلتين أو هذه المجموعة لم تكن ظاهرة لديهم بشكل واضح. وحتى ذكر أحد نواطير إحدى المحلات أو إحدى الأماكن على مقربة مباشر دغري، على تماس مباشر مع المبنى حيث كانت عملية الدهم، أكد على أنهم لم يشاهد أي من هؤلاء الأشخاص على مدى الشهر ونصف الذي مضى على وجودهم في هذا الحي. إذن كاترين، هذا بشكل عام التفاصيل طبعا في النشرة المسائية. شكرا باسل، سننتقل إلى لبوي البقاعية مباشرة حيث توفينا الزميل نوال البري بآخر المعطيات المرتبطة بالموقوف عدنان سرور. نوال. نعم نوال، إذن ما علاقة عدنان سرور بكل ما يجري؟ نحن الآن أمام منزل عائلة سرور حيث يقطن مع والديه. يبدو أن الشبكة بالفعل، وكما ذكر وزير الداخلية وكما ذكر اللواء عباس إبراهيم، قد كشفت بشكل كامل على الأقل كيفية حصول هذين العملين الانتحاريين في الضاحية، وما كانت ستؤول إليه الأمور في طرابلس لو قام الانتحاري بتفجير نفسه. إذ قام هذا الانتحاري انتحاري طرابلس بالاعتراف خلال التحقيق معه بأن عدنان سرور هو من أقله من سوريا إلى لبنان، وتقول المعلومات بأنه جاء به من الهرمل عن الحدود من الهرمل باتجاه الأراضي اللبنانية، وبأنه سهل له الحصول على مستند لبناني أو هوية لبنانية مزورة على شكل إخراج قيد. المعلومات عن السرور هنا تقول بأنه هو لبناني، والدته طبعا نعتذر لحساسية الوضع هنا كاترين، خاصة أننا أمام المنزل والعائلة لا تتقبل فكرة أن يكون ابنها متهم أو مشتبه به على الأقل بهكذا عمل، وبالتالي هناك بعض الحساسية. طبعا نحن لا نقول أنه متهم، نحن نقول أنه مشتبه به. إذا نحن نقول بأنه مشتبه به، حتى أن قوى الأمن اعتقلته من داخل المنزل هنا، واعتقلت والده البارحة من المنزل هنا أيضا، فقط يعني أوقفته للتحقيق معه وما زال قيد التحقيق. بالعودة إذا إلى الحديث عن عدنان، فهو إذن كما قلنا لبناني، والدته سورية، كان يعمل أو تعلم في سوريا مهندس، وهو له يعني يعرف جيدا في المنطقة في سوريا، وهو يساعد الطلاب الذين يريدون الانتساب إلى الجامعات في سوريا ويساعدهم في الطلبات وفي الأوراق وغيرها. ويقول الأهالي أن هذا ما ساعد الإرهابيين على خرق عدنان ويعني اللعب عليه كما تقول العائلة، لربما إدخالهم إلى هنا وهو لا يعرف بأنهم انتحاريون خارق
خاصة وأن عدنان وعائلته وجميع أقاربه ووالدته السورية الأصل جميعهم موالون للنظام السوري والرئيس بشار الأسد، وطبعا بطبيعة الحال لحلفائهم في لبنان. تبقى طبعا التحقيقات وما ستؤول إليه هي التي ستؤكد مدى تورط عدنان في هذه القضية، ولكن المؤكد بأنه هو من أوصل أو أدخل الانتحاري في طرابلس إلى لبنان بحسب ما أكد الانتحاري. سوف نحاول التحدث مع رئيس البلدية ومع أحد أقربائه لمعرفة يعني طبعا رأي البلدة. رئيس، اليوم طبعا اللي صار ما فينا منقول أنه اليوم المبوي كان آخر شيء بيتوقعوا أنه يكون في حدا منهم خصوا بهيك شيء عمل يعني إرهابي. نحن أول شيء بنعزي شهداء المجزرة الأليمة والشفاء العاجل للمصابين. نحن بننكر هذا العمل استنكارا يعني تام عبر آل سرور وعبر أهل الضيعة، وهذا العمل ما بنقبل فيه ولا، بس نحن بنتمنى أنه القضاء يأخذ مجراه. نحن هلأ الشاب عند الدولة وشو بيثبت عند القضاء نحن ملزمين فيه، أما نجي كل واحد يقول عمل وسوى وفلان، نحن عندنا شهيد باللبو بتعبده سقط بهذا العمل الإرهابي. نحن بقى شو بيقول القضاء، نحن عندنا الثقة التامة بالقضاء. نحن بنتمنى من كل الناس انه شو بيقول القضاء نحن متمسكين له. شكرا رئيس. ايضا لربما اشاره استاذ مسعود سرور حضرتك قرايبه لعدنان، كان في معلومات بتقول لما قوى الامن فاتت كان في مبلغ من المال لقطوه هنيك، بيقولوا هيدا هو يلي قبضه، تحدثت ارقام عن 450 الف دولار وغيرها انه دفعوا له وفاتوا. هذا الحكي غير صحيح، لانه كلنا موجودين احنا والمختار والمعلومات بالمداهمه، ما نوجد اي مبلغ من المال، وجد اوراق ثبوتيه وعدوها اليوم فرع المعلومات، اليوم ردوها على البيت، ما ناقص منا اي ورق، ما نوجد لا اموال ولا اسلحه ولا شيء. برايكم اليوم عم تقولوا انتم في نظريه انه يمكن ما يكون عارف انه هن نازلين على، نحن لحديت لا متهم مثل ما قلت متهم، نحن كعائله في حال ثبت اي شيء عليه نحن بندين ونحن بنطالب باشد العقوبات له، لانه نحن كعائله ما بنقبل بهالشيء نهائيا ابدا. نعم. نرفض هذا الشيء. نعم. كاترين إشارة إلى أن طبعا الوضع في اللبوي لا شك في أنه مرتبك بعض الشيء، إن كان من قبل السرور أو جميع الأهالي الذين لا يريدون هذا الوضع للبلدة طبعا، وهم يستنكرون هذا الأمر، ولكنهم يؤكدون على شيء واحد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. من اللبوي شكرا لك نوال. شقة الأشرفية واحدة من ثلاث شقق سكن فيها أفراد الخلية أو سكن فيها أفراد الخلية الإرهابية المرتبطون بتفجيرات برج البراجنة. الزميلة يمنى فواز عاينت شقة الأشرفية المختومة بالشمع الأحمر وتحدثت إلى عدد من السكان جاوروا المبنى الذي استأجر فيه انتحاريان غرفة في شارع لبنان. هيدي بناية كان فيها سكان أصليين فللون للهدم، فجأة دغري حطوا ايدهم عليها ناس وعم بيجوا بالاوض، الاوضه ب 600 دولار كل شهر. فانت بلشت تشوف اجانب يعني مش اليوم شكل مزبوط اثيوبيه، في سوريين وفي بنغلاديشي كان او ما بعرف شو جنسيتهم يعني. فبالاوضه الكونتاكت الوحيد اللي كان بيناتنا انه مره انقطع في شبالي كانت مرقه من هون، فانقطع شريط التليفون تاع الورشه، طلبنا منهم بس اذا بيخلوا حدا من عنا من الورشه يطلع لفوق ويربط بس شريط الكهرباء بالترابزين هذا، بس هيك، بس هذا كانت الكونتاكت الوحيد اللي بيناتهم. هلا اندر كونستراكشن وفيها شغل كثير وفيها غربيه كثير عم بتصير هلا وفيها سوريين، يعني كذا مره نحن حاولنا كمان انه في عنا نحن بالورشه في عنا اشخاص سوريين بالمتعهدين كمان عم بيحاولوا انه مثلا يحطوا الناس من عندهم يسكنوهم بهيدي البنايه، وكان الاشخاص كمان كانوا انه كان السعر 600 دولار كان كثير غالي علي هون، ما مبينين طلاب عمال سوريه كترتيب او شيء هيك، هلا كانوا عادي ما في اي شو اسمه لهجه كانت لهجه سوريه. امين صلاح سكر سائق تاكسي يضرم النار بنفسه هربا من المخالفه. على
على جسر سليم سلام في بيروت أقدم الفلسطيني أمين صلاح زين الدين البالغ 43 عاماً على إحراق نفسه وسيارته. وفي التفاصيل بحسب شهود أن حاجزاً لقوى الأمن الداخلي أوقف سائق التاكسي أمين وطلب منه أوراقه الثبوتية إضافة إلى أوراق سيارته لتظهر بحقه مخالفات كثيرة، فرد السائق بإضرام النار. بيجي بده يصور أوراقه، أنا فكرته يصور أوراق، بيقول لي صباح الخير عندك بنزين؟ قل له شو السبب؟ قال لي بدي أحرق سيارتي. قل له وحد الله يا زلمة، قال لي بدي أحرق حالي وأحرق السيارة، وحمل حاله وفل. بعد 10 دقائق بتولع السيارة وبيولع الزلمة، بتيجي الأمبولانس بتاخده وبيطفوا السيارة. وحسب ما صاروا يحكوا الصبح انه وقت وقفوه هو صار يتبكبك لهم يعني مشان انه يفلتوه، فصاروا يتملقصوا الدرك وحزت بنفسه في ظاهر او شيء. وقد نقل زين الدين الى المستشفى للعلاج بعدما اصيب بحروق بسيطة. أهلا بكم من جديد. داعش يهدد فرنسا في فيديو جديد بأن القادم أدهى وأمر، وباريس تقصف مواقع الإرهابيين في الرقة السورية وتلقي القبض على أكثر من 20 شخصا في إطار متابعة التحقيقات في هجمات باريس. كما تقتلون تقتلون، وكما تأسرون تؤسرون، وكما تهدرون أمننا نهدر أمنكم، والبادئ أظلم. معادلة العين بالعين والسن بالسن أرساها تنظيم داعش الإرهابي، فنشر على موقع تويتر تسجيلا جديدا عنوانه بغزوة فرنسا دولة الخلافة قول وعمل، هدد فيه فرنسا بالويل والثبور وعظائم الأمور. وعلى خلاف عادته لم ينشر التنظيم لقطات للعمليات أو كيفية التخطيط لها، واكتفى بجمع لقطات من وسائل أعلام عربية في أثناء تغطيتها للحادث، مرفقا إياها بأناشيد باللغتين العربية والفرنسية. وقال داعش إن هذه الهجمات كانت بمثابة رد قاص بعد قرار فرنسا الانضمام للتحالف الدولي وشن هجمات على مواقعها في سوريا والعراق. الفرنسيون المنكوبون وقفوا دقيقة صمت حدادا على مواطنيهم وإجلالا للدماء التي سفكها الإرهاب، فنزلوا ورئيس الجمهورية فرانسوا أولاند ظهرا بالشموع وبباقات الزهر إلى الشوارع والساحات، وصلوا لموتاهم في لحظات وجل ووقار. وقد ساندهم في دقيقة الصمت دول الاتحاد الأوروبي جمعاء، إضافة إلى عدد من الدول لا سيما أستراليا التي أضاءت دار الأوبرا بألوان الأزرق والأبيض والأحمر، كذلك فعلت مصر فأنارت أهرامات الجيزة بأعلام لبنان وفرنسا وروسيا. وفي المواقف السياسية أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف أن باريس تواجه تهديدات إرهابية غير مسبوقة، وكشف في خلال مؤتمر صحفي عن معطيات جديدة بالأرقام. قبضنا على 23 شخصا وحددنا إقامة 104 آخرين، كما ضبطنا أسلحة في إطار التحقيقات في هجمات باريس. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية AFP إلى أن قائد هجمات باريس بلجيكي يدعى عبد الحميد أبعود، فيما أعلنت أسرة سامي عميمور أحد الانتحاريين في اعتداءات باريس أنه ذهب إلى سوريا في عام 2013. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن بلاده ستتحرك في كل مكان لضرب هذا الإرهاب، كاشفا أن هجمات باريس نظمت ودبرت وخطط لها من سوريا. نعيش اليوم حالة حرب ولا بد من أن نتحد. نحن نعلم أن هناك هجمات أخرى تدبر للمستقبل، ليس في فرنسا وحسب إنما في أوروبا أيضا. الشرطة الفرنسية داهمت الليلة الماضية منازل أشخاص يشتبه في أنهم متشددون في مناطق متفرقة من البلاد، ونحن نستفيد من إطار العمل القانوني الذي تسمح به حالة الطوارئ لاستجواب الأشخاص المنتمين للحركات الأصولية وكل من يروج لكراهية الجمهورية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن 10 طائرات تابعة لها قصفت مواقع لداعش في مدينة الرقة شرقي سوريا، وأشارت إلى أن 10 من طائراتها ألقت 20 قنبلة على المناطق المستهدفة في الرقة التي تعد المعقل الرئيس للتنظيم الإرهابي في سوريا.
بالعودة إلى محلياتنا، أشاد رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري بالمواقف الأخيرة المتقدمة لكل من الرئيس عبد الحريري والسيد حسن نصر الله، وقال في حديث لصحيفة المستقبل إن ما جاء في مواقف الحريري ونصر الله يتطابق مع جدول أعمال طاولة الحوار الذي يتضمن رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة. وأضاف: انطلقنا من بند رئاسة الجمهورية وناقشنا حتى الآن مواصفات الرئيس، لكن لا بد من صفقة كاملة، وعندما نسلك طريق التنفيذ نبدأ بالرئاسة تماما كما جرى بعد مؤتمر الدوحة، ولنأخذ مثال الدوحة ونطبقه. وكشف بري أنه سيشكل لجنة نيابية لدرس قانون الانتخاب هذا الأسبوع بناء لما تم التوافق عليه بين الكتل النيابية عشية الجلسة التشريعية الأخيرة. من جهته، تمنى النائب الممدد وليد جنبلاط حصول التسوية السياسية بأسرع وقت ممكن، مشيرا في تصريح للسفير إلى أنه لا يمانع السلة المتكاملة التي اقترحها الأمين العام لحزب الله والتي تتضمن رئاسة الجمهورية وتركيبة الحكومة وعمل مجلس النواب وقانون الانتخاب، لكنه اعتبر أن الأولوية ضمن تراتبية بنود هذه السلة يجب أن تكون لانتخاب رئيس الجمهورية، مضيفا: ما ألاحظه الآن أننا علقنا بقانون الانتخاب لأننا قررنا أن نعمل بالمقلوب. موظفو مستشفى حاصبيد الحكومي يعتصمون مجددا للمطالبة بمستحقاتهم ويهددون بوقف العمل، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية. نفذ موظفو مستشفى حاصبي الحكومي اعتصاما طالبوا فيه المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم بعد المعاناة المزمنة الدائمة منذ افتتاح هذه المؤسسة في تموز من العام 2006 إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونحن نعاني من عدم قبض مستحقاتنا القديمة، ألا وهي زيادة غلاء المعيشة عن العام 2012، درجات مستحقة من العام 2011 وحتى العام 2014، وأربعة أشهر مستحقة وهي تموز وآب وأيلول وتشرين أول، ونحن صرنا تشرين ثاني. لذلك نطالب كافة المسؤولين والمعنيين والحريصين على هذه المنطقة، ونخص بالذكر نواب منطقتي حصبية ومرجعيون ووزيري الصحة العامة والمالية معالي الوزير وائل أبو فعور ومعالي الوزير علي حسن خليل. ولفت الموظفون إلى أن الاعتصام هو خطوة تحذيرية سيليها خطوات تصعيدية في حال لم يستجب لمطالبهم قد تصل حد التوقف عن القيام بأعمالهم. أهلا بكم من جديد. استشهد فلسطينيان في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بعد إصابة أكثر من 20 فلسطينيا بالرصاص الحي في مواجهات أخرى اندلعت مساء الأحد بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت المعلومات بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجرا مخيم قلنديا وحاصرت منزل الأسير محمد أبو شاهين المتهم بقتل مستوطن إسرائيلي غرب رام الله في يونيو حزيران الماضي، ثم أقدمت على تفجير المنزل فاندلعت إثر ذلك المواجهات. في قمة مجموعة العشرين في أنطاليا، اتفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة إجراء مفاوضات سلام في سوريا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء قصير جمع الزعيمين على هامش القمة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيسين عقدا محادثات بناءة استمرت نحو 35 دقيقة، واتفقا على الحاجة إلى عملية انتقال سياسي يقودها السوريون وتسبقها مفاوضات برعاية أممية بين المعارضة السورية والنظام، إضافة إلى وقف لإطلاق النار. كان في هذه النشرة ضبط شقق انتحاريي برج البراجنة بالكاميرات. المبنى هذا الطابق الأول كانوا الشباب اللي مستأجرين في جوا وتمت مداهمته. توقيف أربعة سوريين وضبط أسلحة في عملية دهم بوطن مصيدبة. سائق أجرة فلسطيني يضرم النار بنفسه وبسيارته احتجاجا على توقيفه. وحد الله يا زلمة، قال لي بدي أحرق حالي وأحرق السيارة وحمل حاله وفل. قائد هجمات باريس بلجيكي. والسلطات الفرنسية تعتقل 23 شخصا، ووقفة تضامنية في أوروبا.
ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.